رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها Yeah.
صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رب العالمين نسأله حسن الختام محمد نور الله ما حوت كل ظلام مرحباً.